السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم، شاهدوا ردة فعل لبناني على تيف وانصار مولودية الجزائر على فلسطين. تابعوا معنا هذا الفيديو. اهل الجزائر، انتم ما قمتوا بواجب فقط، انتم تخطيتوا الواجب اللي عملتوه. يسعى دينكم، هذا اقل كلمة ممكن نقولها. يسعى دينكم، ما فيك تتطلع بهيك منظر وما يكشر بدنك. بده يكشر بدنك لما تشوف اهل الجزائر، الشعب الجزائري عم بيضحي بكل المدرجات لإله ليرسموا صورة فنية ويملوا المدرجات الجزائرية. المولودية الثورية فداك يا أرض الثوار، فداك يا أرض الثوار. هيدا يلي لاحظناه بآخر فترة على الجزائر وأهل الجزائر، مش فقط بحبوا فلسطين، لأنهم طلعوا بتنفسوا فلسطين، بيعشقوا فلسطين من أول الحرب لهلأ، ومستمرين ولا بعد الحرب ولا بعد الانتصار بإذن الله، وقلبهم مع فلسطين دايما على طول. كل يوم وقفات، تظاهرات، ملاعب، كله لأجل فلسطين. لشو؟ لأنه أهل الجزائر داقوا هذه المصائب من قبل. 45,000 شهيد حسوا بلا محسوها لأهل فلسطين. شكرا الجزائر، وتحيا فلسطين.